اهلا بيك، يا ريت تحكي لنا بمشاكل زواجك. وقلتي اني تزوجت مرتين وطلقت، خلينا نعرف المشاكل من البداية. عليكم السلام. مشكلتي بدت انا صار لي 12 سنه. بالبدايه تزوجت يعني عن طريق اهلي، وكان زواجي يعني زين، بس هو ظروفه مو هالقد، شغله على قد، ما كان عنده هواي فلوس. فالمشكلة اللي صارت، وأنا ما عندي مشكلة ويا أهله وعادي يعني، وأهلي هم يحبوه، ما صار عندي منه أطفال. هذا زواجي الأول، أنا تزوجت مرتين واثنيناتهم اتطلقت منهم. زين، شنو اللي أدى للطلاق الزواج الأول؟ شنو المشكلة الأساسية؟ اللي صار إنه أخذ الذهب مالتي وباعه وما طاني، يعني باعه على مد هو كان محتاج وكان هو مديون. فأنا زعلت على هاي ورحت لأهلي ويعني اتطلقت. طبعا بالنسبة احنا هنا المهر المعجل تستحق الزوجة إذا كانت على المذهبين، يعني المذهب الحنفي والمذهب الجعفري، تستحق المهر المعجل مالتها. يعني الزوج اذا كان خاصة اذا كان متمكن وعنده امكانية مادية، يعني وين الضرر اذا الزوجة طالبت بحقوقها حتى اذا كانت على ذمته ولا تكون منفصلة من عنده؟ اذا نبدي على حالات الفقر، شوفي اكو هو مسح سواه المنظمة الوطنية للمرأة العراقية وبمساعدة وتنفيذ جهاز الهيئة الاحصاء على نسبة النساء المتزوجات اقل من 18، فتوصلنا الى نسبة المتزوجات 25% بالعراق و22% في اقليم كردستان. اذا نرجع هذه النسب ونضيفها الى حالات الفقر داخل العراق، فنرجع انه السبب الرئيسي هو الحالة الاقتصادية اللي يعيش بها البلد العراقي، اضافة الى انه الفتيات والنساء بصورة عامة عوامل التكيف، تكون المرأة يعني بعيدة عن التكيف الاقتصادي والاجتماعي وغير مؤهلة لمشروع الزواج. الزواج هو مشروع يكون قائم على طرفين او اطراف العقد، وهذا الاتفاق يكون على اساسه. لكن هذا المشروع اذا تنقص بعض العوامل اكيد هذا المشروع يؤدي الى الفشل. فمن الاسباب المهمه لاقامه هذا المشروع الزواج وبشكل صحيح هو الحاله الماديه. احنا حالتنا الاقتصاديه بالعراق تعرفين انه انتشار بطاله، حالات فقر جدا عاليه، نسبه عاليه من الشباب اللي خريجين شهادات وحاملين اعلى الشهادات اللي هي الماجستير والبكالوريوس عاطل عن العمل، فكيف يكون مؤهل لاداره مشروع الزواج ومشروع مؤسسه هي مؤسسه العائله، وهذه كلها تترتب على اساسها نفقات ماديه. فاكيد اولا العزوف الشباب عن الزواج هاي في المرحله الاولى، ثانيا وان يقدم على الزواج بمساعده الاهل ايضا هذا المشروع حيكون نسبه من عنده يؤدي الى الفشل بسبب الحاله الاقتصاديه، لانه هذه الحاله هي من العوامل المهمه لاقامه هذا المشروع. فاحنا عندنا حالات الفقر بشكل جدا عالي، انا اقول يمكن اكثر من 3% لو اصح التعبير، لانه اغلب الشباب هم شباب عاطلين عن العمل وغير غير غير كفؤ لاداره المؤسسه او مشروع الزواج. فلهذا نلقى حالات الطلاق بدات تزداد من 6000، وإن وصل العدد هذا الشهر إلى 4000، لكن تبقى نسبة الطلاق بشكل جدا عالي بالعراق، ونرجع إلى الحالة الاجتماعية والاقتصادية بشكل عام. زين، ذهب ما طالبتي به اللي هو كان سبب وإنه أنت طلقتي وأخذتي حقوقك أو لا من الزوج الأول؟ بس ما أخذت أنا حقوق ولا أي شيء، يعني قال هو المخر مالتك هو ما عنده أصلا فلوس، أنا بدت بس أخلص منه. أمي قالت يعني زوجك عادي بعدك صغيرة، وهاي يعني كنت أنا عمري يعني 18 سنة هيك شيء. طبعا غلط، لا غلط غلط من ناحية إنه حقها وما تريد تنطيه، مو من حقه هو ياخذه، بس إذا هي أنطتها برضاتها للمساعدة زوجها فهي تبقى يمها، هي مخيرة، بس قانونا لا، مو من حقها أنه يأخذ الذهب مالتها لأن هذا حقها، وهذا مثبت بالعقد الزواج. شوف إحنا دائما عقد الزواج يعتبروا أنه عقد، أنا دائما أسمع يقول لك هو حبر على ورق، لا هذا عقد، عقد حالة حال أي عقد ثاني، ما طول أكو اتفاق طرفين ومثبت شيء قانوني مدني خلص هاي حقوق.
هو مبدأ الزواج كان بالبداية هو خطأ، لأنه هي حسب روايتها للحادثة أو للقصة هي زوجت وكان عمرها غير يعني السن القانوني، هو يعني أقل من 18 سنة. هذه من المبررات طبعاً لوجود أو زيادة حالات الطلاق، لأنه هي تكون غير مؤهلة لإدارة هذه المؤسسة، مؤسسة أو مشروع الزواج. لأنه إذا لو كانت هي مؤهلة لهذا المشروع كانت حسبت الأمور بغير حسابات، ممكن أني أساعد الزوج، ممكن أني عندي أقدر أسوي مشروع وأنا داخل بيتي وعين زوجي، وأن يكون أنه هي حسب حالتها وشرحها للحالة أنه هي باعت ذهبها حتى تساعد زوجها، وأن يكون هنا ما شاء الله النساء العراقيات أبطال بهذه الأمور، هن قادن عائلة كاملة، وصلن أولاد وصلن زوج، وراء كل رجل عظيم ترى امرأة عظيمة. ولهذا السبب إحنا ممكن يعني المرأة العراقية هي جاهدت، فممكن هي أنت يعني تقدر تصنع مشروع بسيط داخل بيتها، من هذا المشروع تعين زوجها وتعين نفسها وتأسس أسرة. هو هذا مو مبرر أنه حالتها المادية ضعيفة أنا ألجأ للطلاق، بالعكس ممكن أنا أساعده وعبر هذه المرحلة أخليه يعني يصير عندنا فد مشروع ونبدي أنا وياه. لكن هي التجأت إلى شلون نقولين الحل الأسهل إلها والأسرع، بأنه هي بعدها صغيرة، وهذا هو أسهل ماشي عندنا، أنه أنا بعدنا صغيرة أتطلق وأخذ حقوقي والحياة قدامي أتزوج مرة ثانية. هذا طبعا تفكير جدا سلبي وخاطئ، وهو اللي اعتبره هو السبب الرئيسي اللي زادت بنسبة الطلاق. أكيد مساعدة الأهل، لو كان أكو مثلا داعم لهذه الفتاة مثلا الأم أو الأب ويوعوها على أنه مساوئ هذه الحالة، ما كان وصلت لهذه المرحلة، ممكن هي كانت تساعد زوجها وتعبر هذه المرحلة وتجتازها. إحنا هنا عندنا الذهب من المهر المعجل مالتها يعني، او مرات مثلا يجيب الهياز زوج، احنا عندنا هوايه يعني يشترون، يقول لك انا ما اريد اصرف فلوسي، اشتري ذهب ويا زوجتي هذا الذهب خليه عندك ومن نحتاج نبيعه، اكو فرق. فاذا برضاتها وبالاتفاق ماكو مشكله، يعني هم شركه بحياتهم الزوجيه، بس اذا كان الذهب مالتها من ضمن المهر المعجل مالتها فمو من حقه يتصرف به، وان تصرف به فيعتبر دين في ذمه الزوج، لان هذا حقه، حق الزوجه، شو وقت ما تريد تطالب به وتداعي به فهو حقها. وقعت عنده لكم سنه ماكو قسمه، وانا صارت عندي شلون خوف ما اريد اتزوج واحد ما عنده فلوس ما متمكن يكون يشتغل، ما جتني فرص زينه، بس واحد يعرفه ابويا، بس هذا يعني كبير بالعمر يعني وسطه هيك بالعمر متزوج وعنده بنات كبار متزوجات وابنه متزوج وولده اللي صغار ما متزوجين، فراد انه يتزوج مرة ثانية. واني يعني بالبداية ترددت، بس شفت ابويا كلش يعني موافق وقال هذا راح يقعدك وحدك وعيشك ملكة وهو متمكن. واني بهذا الوقت سألته بس انه زوجته قابلة ما قابلة الاولى، قال ايه، وهي اصلا تمرضت وكبيرة، فمن هاي قالت له روح تزوج. هذا أنا حسب كلام أبويا وحسب هو كلام اللي يقوله. أنت مثلاً عرفتي زوجك الأول لأنه حتى المادية كانت ضعيفة جداً، جيتي على الزوج الثاني اللي هو حتى المادية أفضل وممكن وفر لها حياة اجتماعية حلوة مثل ما هي قالت بالقصة مالتها، لكن ما يعني ما رجعت خطوة لورا وقالت إنه هذا عنده زوجة وعنده مشروع ثاني وعنده عائلة، ممكن هذا راح يأثر على حياتها بالطريقة السلبي. والدليل أنه هي بعد ما عرفت زوجته أنه هي متزوجة، فصارت المشاكل وبدأت تختلق الأسباب والمسببات حتى يرجع يطلقها ويرجع لحياته الأولى. فهي ممكن لو نظرت للبعيد وحسبت الأمور بحسابات ثانية ما كانت قدمت على هذا الزواج. هو الحياة مو كلها مادة، أكو موضوع التفاهم، أكو موضوع أني يعني ساعده ويساعدها حتى تعبر هذه المرحلة، لكن أنه أنا أضحي بحياتي الأولى وأبدي على مشروع جديد أبني على أساس المادة هذا جدا خاطئ. والدليل أنه هي وصلت إلى مرحلة الطلاق مرة ثانية لأن كانت حساباتها خطأ. شلون كانت حياتك ويا الزوج الثاني؟ يعني كنتي مرتاحة بها أو لا؟ من تزوجت أني وكان معيشني خوش عيشة، ويعني
وحباب وموفر لي كل شيء، واني يعني ما احتاجيت اي شيء وياه. بس انا بوقتها يعني بابا كتب يعني هواي المهر مالتي يعني. فالمهم ونزوجت اني، هو زوجنا على اني شيعية بس هو سني كان، على المذهب مالته زوجنا. بالبداية جتي بت يعني كل فترة تجي تزورني، وهاي حبابة وتسولف وياي وهاي. فأنا أسألها أهلك شلونها، أمك شلونها، قالت أمي ما راضية على زواج أبوي. قلت لها شلون، واني ادري بانه امه راضيه، ويعني اصلا هو الزواج لان هي رايده هيك شيء. قال لا هي ما راضيه، وشلون اللي صارت عندها صدمه انه الزوجه الثانيه مو الا تكتب تعهد، بس هو اول وتالي اذا راح لها تبليغ لازم تتبلغ الزوجه الاولى وياخذ اذن من عندها انه توافق على الزوجه الثانيه، يلا يكون الزواج مالتهم. واذا صار فيعتبر هذا مخالف، من حق الزوجه الاولى انه تطلب التفريق القضائي لان هو الزوج بدون علمها. هو قانونا لازم يكون علم الزوجه الاولى، بس في حاله واحده اذا كانت الزوجه الثانيه هي ارمله فيحق له القانون يتزوجها بدون علم الزوجه الاولى. هذا اي طبعا هاي ماده بالقانون تقول اذا ان الزوجه الثانيه كانت ارمله فقط ليس مطلقه، فمن حق الزوج انه يتزوجها بدون علم الزوجه، لكن هو كقانونا لازم موافقه الزوجه الاولى، لانه هذا تدرين يعني اذا كان وحتى ما يصير هو اصلا هذا هو تلاعب على القانون، ده يصير يتزوج خارج المحكمه بعقد سيد وهو اكيد شرعي لكن هو غير قانوني، وبعدين يرجعون يصدقونه بتاريخ قديم، هذا يصح له يعني احتيال على القانون، احتيال على القانون ودخول للقانون من ابواب ثانيه، والنتيجه بالتالي عندما تعرف الزوجه الاولى حتبدي المشاكل وتبدي اذا احنا عندنا حياتين راح تتهدم بقرار هو كان غير سليم وغير صائب وغير مخطط له مسبقا. فهو المفروض انه بعلم الزوجه الاولى يكون الزواج، هو شرعا اكيد حل الشرع انه يتزوج الزوج زوجه اولى والثانيه والثالثه والرابعه، لكن اذا كان عنده امكانيه ماديه يفتح هذه البيوت ويتزوج لحد الزوجه الرابعه هذا شرعا، ما حد يقدر طبعا اشياء ثوابت هذه نص عليها القران الكريم، لكن اليوم حالته الماديه هي اللي تحكم تكون الفيصل في هذا الموضوع. انا ما صدقت كلام البنيه، قلت يعني شنو الصدمه يعني شو هي قالت له تزوج، وهو حاجته قال لا هاي بنتي يعني من يمها تحكي. شو بعدين تجيني الاخبار انه المره يعني متمرضه وودوها طبيب وما يعرفون ايش بيها وتهلوس وتحكي ما نعرف شنو بيها. فبعدين ماخذيها هم للشيوخ عندهم قال لهم انه زوجته بها مس صاير بس جن. أنا يعني أمنك وهاي الأشياء بس يعني شلون المتردد ما مصدقة، وكنت أخاف هاي لعبة يعني. أنا شكيت إنه هي سوت هيك يعني حلمود تتخلص مني تطلقني. شوف هي تبقى كل مرأة هي وكاريزمتها الخاصة بها أو حالتها النفسية. أكو نساء يتقبلون هذا الحالة، واكو نساء تقول لك لا خلاص تبقى نهايه الحياه توقف الحياه خلاص اذا زوج زوجه ثانيه. بس احنا لو نرجع للدين احنا كنا مسلمين وعندنا الكتاب السنه والكتاب والسنه النبويه، اذا اريد نرجع احنا على اسلامنا فهو الاسلام حلل هذا الزواج، فاحنا ما نجي اللي حلله رب العالمين احنا نجي نحرمه. بالتاكيد هذا مفهوم جدا خاطئ، سواء كانت امراه عراقيه او خليجيه او بغض النظر، المهم هي امراه تتبع الدين الاسلامي، فاحنا اذا نرجع على تعاليمنا الاسلاميه فالله سبحانه وتعالى محلل هذا الزواج، فاحنا ما نقدر اللي حلله رب العالمين احنا نقدر نمنعه. لكن هناك اكو ظروف، اذا الزوج، انا اعرف هوايه ناس خلال العلاقات الاجتماعيه متزوج وحده واثنين وفاتح بيوت طبيعيه وهم كاصدقاء
والأمور كلش طبيعية. شنو المشاكل اللي صارت بالزوج الثاني وأدت إلى الطلاق؟ حكينا من البداية وتدخل الزوجة الأولى، هل هي كانت راضية على الزواج أو لا؟ هو من يتجمع أصدقاء أيامهم هذه تدخل عليه وتقول له أنت تأخذ البنات بالحرام وطل السب وتغلط عليه، ففشلته يعني قدام أصدقائه وظالين حتى يربطوها وهيك شيء. بعدين يعني شرط عليه بأنه هو لازم يطلقني، فهو على مذهبه طلقني، بس حكاها حكي أنا أعرفه هم ثلاث مرات يعني ها هي أنا بقيت ما رجعت لأهلي، أنا يعني عايشة خوش عيشتهم، فما رجعت لأهلي ولا قلت لهم أول مرة من قال لي أنت طالق، وراح قال للزوجته هذا الكلام، فهي يعني شلون الهدئت. بعدين دزت بتها، بتها شافتني بعدني بالبيت، المهم أملاها علي طلقني مرة ثانية. هو السبب الرئيسي طبعا حسب إمكانيته بوضع خطة لحياته بين الزوجة الأولى والزوجة الثانية، وطبعا والعدالة هي أهم شيء، العدالة. هو ماكو عدالة طبعا، بس العدالة نوعا ما بالتكافل الاجتماعي الثقافي. وبعدين ترجع هم المرأة إذا كانت هي إنسانة مثقفة واعية بالأمور الدينية أكثر من الأمور الثانية، لأنه كل ما تكون واعية بالأمور الدينية هي حتتقبل هذا الموضوع، لأن هو هذا الأمر شرع رب العالمين. فإذا كانت عندها وعي ديني في هذا الموضوع حتتقبل هذا الموضوع وتعيش حياته. وبعدين هو ما راح ينتقص شيء من الرجال إذا تزوج زوجة ثانية ويشوف سعاتها، وإن يكون طالما أنه ما حد محقق العدالة بالزوجة الأولى أو الزوجة الثانية. بقيت ونفس الشيء الثالثة يهمني نفس الشيء، لأن بقت هي نفسها اللعبة وأنا ما مصدقة، يعني أحس أنه هو تمثيل، يعني مو صدق أنه بيها يجي شيء. فالثالثة أنا قلت لأهلي، قلت لهم هاي إذا يعني طلقني ثلاث مرات وبعد أنا ما يصير ولازم أعوفه، لأن هو هيك يعني على مذهبه. أمه قالت ليش ما قلتي بالمرة الأولى الثانية على الأقل أروح لها نشوفها شو تريد. قلت لها أنا صبرت يعني، بس ها هي بعد ما دام هم يردون هيك شيء. أنا ما كنت أعرف إنه أكو شيء بالقانون، يعني حتى لو طلقني ثلاث مرات عادي تصير طلقة واحدة، ما أدري شلون يعني. المذهب الحنفي والمذهب الجعفري طبعا الاختلافات مالاتهم يعني مو ذيك الاختلافات القوية الشرعية، اختلافات بسيطة. بالنسبة إذا طلقها ثلاث مرات متفرقة كان عصبي، يعني أكو فد أمور هواية تخص الشرع أكثر مما تخص القانون. طبعا طبعا أكيد. فإذا طلقها أكثر من تقولين ثلاث مرات، حضرتك ثلاث مرات طلقها، فمو من حقه أنه يرجعها هسه، لازم هناك يكون محلل، تتزوج شخص ويكون الانفصال ووراها يلا تقدر ترجع لزوجها الأول. ما فاهم الموضوع، بس أنا بقيت عنده لي لأن المخر ماتي هواية وانطاني حقوقي، لأنه أني من طلقني رحت المحامي قلت لها أنا ما راضية، يعني هذا غصبا علي والزوجة الأولى هي السبب. فقالت هذا تعسف هي المحامية، وخذت لي كل الحقوق مالتي وبقيت عده لي. بس أنا بتب وصارت يعني صديقتي تروح وتجي علي، يعني شلون حستني إنه أنا انظلمت وأنا رايدة أبوها، يعني ما بقيت ويا أنا هواية يعني تقريبا سنة. أشو بعدين تجيني الأخبار، هي لو أتصل بيها لو تجيني أنا ما أقدر أطلع. قالت أبوي ما تحمل أمي، وأنا قلت لها أمي جاي تمثل، قلت لها مو قلت لك أنا شاكة أمك مو حقيقية. قالت أنا ما أقدر أحكي، بس أمي تمثل سوت هيك على مودي طلقك. فهو من عارف هذا الشيء، حتى هي مطلقة، ولده ناس واقفة وياها وناس وياها، فقال لهم انتوا طلعوا وحدكم
وهي عايشة ببحتها، هو عنده خير من الله يعني فاتح لهم بيت وحتهم هو باقي. هسه هي خايفة لا يرجعني، وأنا حيرة قلت يعني إذا هو طلق لي 3 مرات ما يصير إلا أتزوج وبعدين يتزوجني، فهاي يعني داخل بها المسألة، فما أعرف إذا سويها على مثل جعفر يمكن عادي. عقد الزواج مالتها هنا كان هي مقلدة المذهب الجعفري، بس العقد الزواج شلون كان؟ كان الحنفي، شفتي؟ فتاخذ العقد الزواج مالتهم الارتباط الزوجية صار على يا مذهب، فهو هذا اللي يطبق. بس هاي تبقى الأمور الشرعية، اكو يعني فد ممكن تستشرع بيها تشوف انه الطلاق مالتها شلون كان بوقتها، وضعها النسائي، الوقت ايش قد فتره، يعني هواي بيها تفاصيل. فقلت انا احكي وياك واستشيرك، انا الصراحه رايده هذا زوجي حتى لو اكبر مني، حسيته ابويا وما حرمني من شيء، ورايدة أرجع له، بس أنا بقيت بحيرة يعني إنه يصير أتزوجه على مذهبه، ما يصير على مذهبي يصير يمكن، فأريد أسأل منكم وأنا حابة أرجع له. وهي ذيك شيء يعني هي ظلمت نفسها أعتقد يعني، بس هم خايفة شلون، خاف هم تسوي مشاكل وتريد أنفصل، بس هو أصلاً انفصل عنها يعني بعد ما راتها، لانه اللي يقول لي تكذب على زوجته هذا الشيء كبير، مو بسرعه يسامحه. فاريد اسالك يعني واعرف انه ممكن ارجع له او شيء. وبالنسبه لي اني زواجاتي يعني صار بالبدايه احس بغلط مني، يعني انا مستعجلت وما صبرت عليها وعلى يعني هو لين كان فقير زوجي، وقلت الله عوضني بالثاني، بس هذا اللي صار. إذن زواجك كان على المذهب الحنفي، والآن تتأملين أنه ممكن الزواج على المذهب الجعفري؟ هذه التساؤلات راح نسأل مختصين ونوصل إلى نتيجة إن شاء الله. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه الظواهر والمواقف التي تمر بها كثير من عوائلنا، ولا سيما الفتيات اللاتي لا زلن يعني أعمارهن لا تتجاوز 25 سنة، يتعرضن لكثير من الزيجات الخاطئة بسبب سوء تقدير الأهالي، وفي بعض الأحيان هناك ضغوط معينة على الفتيات بأنه يتزوجن في أعمار صغيرة، وهذا الخطأ الفادح الكبير الذي يهدد كيان المجتمع والأسرة. ونسمع يعني تقريبا يوميا عشرات ومئات حالات الطلاق بسبب الزواج المبكر، وهو ما تفضلت به هذه الفتاة التي تزوجت في عمر 18 سنة، وهذا حقيقة يعني يدل على عدم نضج هذه المرأة وعدم يعني قدرتها على إدارة العلاقة الزوجية. والعلاقة الزوجية ليس بالأمر الهين، نحتاج إلى فهم وطبيعة هذه العلاقة وتوافق بين الزوجين. وكذلك الزواج الثاني أيضا هو ليس من يعني إجراءات أو يعني الأشياء الناجحة التي يمكن أن تحقق يعني معيشة جيدة، رغم توفر بعض الأسباب التي قد يعني يقوم بها بعض الرجال بتأمين الحياة العامة للمرأة، لكن تبقى هناك وعي، هناك حسابات معينة، ولا بد أن نعي حجم خطورة الزواج الثاني وما ينعكس عليه من سلبيات، سواء بين الأطفال أو بين المرأة الأولى وبين الرجل نفسه. ونحتاج إلى يعني بعض التشريعات، بعض التفهمات اللي ممكن أن تحقق استقرار الأسرة وممكن أن تنجح هذه الزيجات. هناك سوء فهم من كثير من الرجال
وكثير من النساء بأنه يتزوجن بدون مثلا علم الأهالي، أو بعضهن يتزوجن بالسر، وبعضهم يتزوج بطريقة غير شرعية. هناك خلل في كثير من الإجراءات المتخذة، وبالتالي تنعكس على طبيعة الأسرة وطبيعة المجتمع، لأنه هذا الزواج يعني حقيقة ليس بالأمر الهين. فكثير من الانعكاسات السلبية التي تنعكس من خلال الزواج الفاشل وما ينتج عنه من تشرد ومن كثير من الحالات السلبية في المجتمع، وما نعاني منه حاليا من وجود حالات سلبية كثيرة كالحالات الشاذة والحالات التي تهدد سمعة المجتمع والمرأة والأسرة على حد سواء. وبالتالي لا يمكن أن تستمر هذه الحالات إلا بتثقيف المجتمع ومعرفة حقوق المرأة ومعرفة الأهالي بكل تفاصيل ما إجراءات الزواج التي ممكن تضمن حق المرأة، ولا سيما الإجراءات القانونية التي تم تثبيتها في المحاكم الشرعية. تبقى هناك بعض الحالات التي ممكن أن نطلق عليها حالات استثنائية، وهذه الحالات يمكن أن تعالج وتسوى بين الأطراف، بين من ناحية اجتماعية، وهذه الحالة ممكن أن يعني تعرض على كثير من المختصين سواء على المستوى الشرعي أو على المستوى القانوني، وممكن أن نجد الحلول المناسبة لها. احنا هسه هي حتى مثلا هي بس مجرد انه عن طريق حضرتك، بس احنا ما التقينا بها، ما عرفنا التفاصيل. يعني احنا دائما نقول المحامي مثل الطبيب، لازم يعرف كل شيء ويشخص الموكل مالته اللي يجي الشخص يفهم منه هواية تفاصيل. حقيقة اليوم نريد ان نبين من خلال برنامجكم الكريم بعض التفاصيل القانونية الواردة في قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ الحالي. حقيقة اليوم قانون الأحوال الشخصية يحفظ بعض الإجراءات القانونية الخاصة بالحقوق الواردة للزوجة وللزوج. الآن في هذا التحديد وفي هذه الخصلة القانونية، حقيقة اليوم نرى من خلال برنامجكم أنه الزوجة ارتكبت خطأ جسيما، وهو الخروج من دار الزوجية من غير إذن الزوج. يعني هنا لا يترتب عليه النفقة إذا أثبت أمام محكمة الأحوال الشخصية، لا تثبت لها النفقة المؤقتة والدائمة، لأنها خرجت من دار الزوجية بدون رضا زوجها وبدون علم زوجها وبشكل سري وبشكل مخفي. فلذلك تترتب عليها الزوج له حق إقامة عليها بيت الطاعة بعد أن يوفر لها سكنا خاصا فيها منعزل عن أهله، وأيضا آثاث زوجية جديدة خارج عن آثاث الزوجية التي تكون من قبل الحاضر، ولذلك يكون دار مهيئة للزوجية، فلذلك يطلبها إلى بيت الطاعة، وإن خالفت قرار المحكمة بيت الطاعة فتعتبر ناشز في هذا القرار. أما من ناحية الذهب، لها الحق إقامة دعاوى شرعية أمام محكمة الأحوال الشخصية في محل سكنها الحالي، والمطالبة في الحاضر، ويكون عبارة عن آثاث الزوجية، دعوة الآثاث الزوجية اللي تشمل المخشلات الذهبية وبعض الأقيام من غرفة النوم والملابس والأجهزة الكهربائية التي هي كانت هدية لها بشكل شخصي، وإضافة إلى ذلك التي تدخل في صلب الحاضر للزواج. فلذلك هناك الكثير من الخلط يحصل عند الأزواج. اليوم الزوجة لها الحق إقامة الدعوة النفقة على زوجها الذي لا يصرف عليها المال، تقيم عليها دعوة مؤقتة لحين حسم الدعوة الأصلية، وبعدها ندخل في دعوة النفقة ويتم استقطاعها بشكل مباشر ومن الزوج. إضافة إلى ذلك إذا كانت لديها أطفال تطلب دعوة تعيين حضانة أو تسليم حضانة، هذه مختلفة في التسميات ومختلفة في الوصف القانوني. إضافة إلى ذلك لها حق إقامة دعوة المطالبة بالآثاث الزوجية والمخشلات الذهبية، إضافة إلى الآثاث التي تدخل من ضمن الحاضر للزوجة، وإضافة إلى الهدايا الزوجية الخاصة بها.
وايضا لها في قانون يعني في المذهب الجعفري. هنا نريد ان نبين الى المشاهد الكريم هناك اختلاف في الاراء، فناخذ مبدئين وهو رايين، الرأي المذهب الجعفري والمذهب الحنفي. المذهب الجعفري يقول انه الامرأة لها، الزوجة لها حق عند المطالبة والميسرة، المطالبة بالحاضر والغائب، يعني عند الدخول في اي وقت، في اي وقت لها حق إقامة دعاوى الحاضر والغائب تأخذ من الزوج. اما في المذهب الحنفي فعند اقرب الاجلين وهو عند الوفاة او الطلاق عند المحكمة، فلذلك لها الحق مراجعة محاكم الأحوال الشخصية لإقامة هذه الدعاوى وأخذ حقها. وأكيد وأكيد من حق الزوج أن يقيم عليها بيت الطاعة إذا كانت تخالف في الآراء وتخالف في الكلام وتخالف في الرأي، وعدم إطاعة الزوج له حق إقامة عليها دعوة بيت الطاعة بعد تهيئة دار زوجية مستقل كامل من جميع الحيثيات. إضافة إلى ذلك نريد أن ننوه على قضية اجتماعية من خلال مزاولتنا إلى عملنا في المحاكم العراقية. حقيقة نشاهد أكثر النساء تعمل على مشاكل داخل دار الزوجية عندما تعلم أن حالة الزوج ضعيفة ولا ترتقي إلى مستوى أن يسد جميع نفقاته وجميع احتياجاته وجميع ما تتمناه. فلذلك أيضا هذه الثغرة اجتماعية تذهب إلى تفكيك العائلة وتذهب إلى خراب العائلة بشكل كامل. إضافة إلى ذلك استخدام أجهزة التواصل الاجتماعي من قبل ربات البيت الزوجات بشكل جزافي وبشكل عشوائي وغير منضبط، فلذلك يؤدي إلى حلحلة المجتمع من خلال تفتيت الأسرة العراقية. هو أنا ما أقدر أقدمها نصيحة قد ما نقدر نرجع نقول هو أكو نص صريح بالقرآن الكريم يقول الطلاق مرتين، فإمساك بالمعروف أو تسريح بإحسان. فهو طالما أنه الزوج ما قدر يسيطر على أعصابه ويطلقها بالمرة الأولى ممكن ترجع له، ويطلقها مرة ثانية ممكن ترجع له، لكن عندما نوصل لمرحلة الطلاق المرحلة الثالثة هذا الطلاق يكون حتمي، ما منه رجوع بعد، لأنه القرآن ثوابت هذه الأشياء قالها بصريح العبارة. ممكن أي أحد يفسر هذا الموضوع، مو لأن نرجع إلى أهل الشرع ويمكن يفسر لنا هذا النص القانوني القرآني العفو، هو كان نص صريح وواضح، الطلاق مرتين فإمساك بالمعروف، إذا أنت تريدها وحافة خلص لوجدة تطلقها، ممكن تهدئ من أعصابك وتحلها بطريقة ثانية. أنت من التجئت لموضوع الطلاق لمرة ثالثة إذا انتهى الموضوع، لازم هناك محلل شرعي لهذه الزوجة، يعني تزوج زوج ثالث ويكون الزواج كامل بكل شروطه، ثم بعد ذلك تتطلق وتأخذ العدة الطلاق الثانية وترجع إلى الزوجة إذا كانت هي تقول أنا أحبها. بس هذا ما أعتقد أنه يعني الباب الأسلم إلها، هي خلاص من طلقت الطلاق الثالث انتهى الموضوع. وأكو شوفي حديث لابن عباس كان قاعد في مجلس إله، فجاء رجل إله فقال له أنه أنا طلقت امرأتي ثلاث، فمن قال طلقت مرتي ثلاث فسكت، فانتظر حتى أن يقول استردتها، فمعناته أنه طلقها ثلاث مرات وبعدين سكت، فظن أنه قبل يطلقها ثلاث أنه رجع أرجحها، فقال له اتق الله، العفو، قال له لا تطلقوا الحمقى ثم بعد ذلك تعودون يا عباس يا عباس، يعني الحق لفت حل قانوني أو شرعي. فهنا يقول أنت إذا ما اتقيت رب العالمين فما راح تلقى لك مخرج لهذا، فأنت ما اتقيت رب العالمين في زوجتك كيف أنا راح أخلي لك مخرج أنه أنت تخرج بهذا بمخرج شرعي وصحيح. فإحنا إذا ما أكو ساعات الغضب لازم يسيطر عليها، فهو من وصل لهذه المرحلة كان يرضي زوجته الأولى وهي طلعت بالتالي أنه زوجته تمثل عليه فتحالة من الهستيريا أو حالة من المس أو هذه الأمور، وبالتالي اكتشف أنه هذه الحالة كلها مسلسل كذب عليه، فوصل الحالة أنه كان يرضيها بالمرة الأولى والثانية. أنت من عرفت أنه هذه زوجتك واصل هذه المرحلة من التمثيل والكذب وطلقت زوجتك مرتين على هذا الأساس، فبالتالي أنه تأخذ قرارك وتقعد تتأنى في قرارك الأخير، لأن طلاق الثالث صعب جداً، وإن كانت إنه هناك علاقة مودة بيناتهم أو هم بانين بناء صحيح، لكن هذا قرار صعب جدا من يجي الرجل يأخذ هذا القرار الطلاق الثالث، خلاص انتهى الموضوع، لازم يرجع المحلل ثالث
يتزوجها وبعدين ثم تتطلق وتاخذ العده الشرعيه اللي خاصه اللي حددها القران، ثم بعد ذلك تتطلق من عنده وترجع لهذا الزوج. ان الطلاق مهما كان سببه وقع على المراه شديد، وتاثيره على المراه في علاقاتها الاجتماعيه ونظره المجتمع لها لا تتحمله اكثر النساء. ولا يرتاب عاقل في ان صبر المراه على التعدد خير لها واهون من صبرها على ان تعود الى بيت اهلها ثم تبقى هكذا بلا زوج في غالب حالها. وقد كانت العرب تقول: زوج من عود خير من قعود. ولسنا نقول أن التعدد لن يؤثر عليك بشيء مطلقا، ولكننا نقول إن بإمكانك أن تتعايشي مع هذا الوضع الجديد وتتكيفي معه وتندمجي من خلاله في حياتك الطبيعية كما عاش النساء دهرهن وكما سيعشن بعدك إلى ما شاء الله. كراهية المرأة لارتباط زوجها بأخرى أمر طبيعي وفطري، لكن الألم والكراهة الطبيعية شيء، والتسليم لأمر الله وشرعه والرضا به ربا وبنبيه رسولا وبالإسلام دينا شيء آخر. وقد أكد متخصصون أن نسبة الطلاق بسبب الزواج من أخرى أو طلاق الأخرى بسبب الأولى أو طلاقهما معا من الحالات الشائعة بسبب سوء تصرف الطرفين وفقد الشراكة للأسف.